أول وآخر زيارة لنا لهذا الكافيه الرائع في 1 شوال لعام 2014 الساعة 8 صباحا بعد صلاة العيد، كانت مليان ما شاء الله بالدراجات. صح. فترة طويلة مسوين عليها صيانة. حديقة بي في ار كي، طابق السفلي للكبار، طابق لك. حلوا لنا إشكالية قبل ستور، وصراحة متعاونين وبدلوا لي تليفون قبل، وأمورهم طيبة جدا والأجواء رائعة. ما شاء الله مغيم الجو، ما تقول الساعة 2 الظهر. الله إن شاء الله تكون جميلة. هذه المرة ليس مع أكور هوتيلز، وإنما مع الرويال كلاب في بونينغتون جميرة ليك تاورز، الإقامة الدائمة والمعتادة في دبي. قوة الأبارتمنت في المطبخ، مطبخ قوي جدا، كامل التجهيزات، كامل المعدات. الإطلالة على أجزاء بسيطة من البحيرة للأسف. زينة. هذه شركة الرويال كلاب، شركة مرموقة، موقع استراتيجي في قلب ليك تاورز والسبنس أمامك، والبحيرة بالأسفل في انتظار الأمطار بإذن الله. أنصحكم بهذا الريوق، كذلك الجرانولا هالحبوب. الأجواء المميزة الهادئة، نسبة الخليجيين والمواطنين في جي ال تي حوالي 1% حسب وجهة نظري. منطقة مخدومة جدا بالكافيات والمطاعم، الصيدليات والسبا وغيرها، بالرغم ان المكان مخدوم جدا بالمطاعم والكافيات كوستا وغيرها، لكن ما في حد من ربعنا موجود. صبحكم الله بالخير واهلا وسهلا بالجميع. ما بحس الكيدز كلب جيد حسب ما سمعت، يوجد من البونينغتون فرعين فقط، الأول في إيرلندا والآخر في دبي. أفضل مكان بعيدا عن العراب، لمن أراد مكان في دبي يبتعد فيه عن العراب صاحب هذا المكان، لأنه لن يشاهد أي عائلة عربية في هذا المكان. حصة تعيش حالة من الخوف لأنها شاهدت كلب قبل قليل، وهو من الفنادق النادرة ويمكن الوحيد اللي مسموح فيه الحيوانات الأليفة. أولي أولي، أحد الأماكن الجديدة للأطفال. Thank you. جدا رائع للأطفال بدل الألعاب الكهربائية المعتادة في المولات. ما شاء الله فكرة طيبة، يعلمون الأطفال غسيل السيارات. الطابق الأول جميل جدا. قاعدين حاليا على التلوين، لما نخلص بنسوي لها سكان وبندخلها داخل اللوحة. يفترض بأن الرسمة تكون موجودة هني. نشوف وياكم هل تنجح ولا شو الوضع. يلا هني ورشة اصنع سيارتك بنفسك، انت بروحك تسوي السيارة وتشارك فيها. مكان هني مقسم للأطفال اللي فوق 3-4 سنوات، وهنا
هني تحت أو الجانب الآخر الأطفال ما دون 4 سنوات عندهم يصنعوا بيتهم ويخيمون هني خيم لهم جاهزين. أنصحكم بالمكان للأطفال أيا كانت أعمارهم إن شاء الله بيستمتعون في هذا المكان. تذكرة الدخول حوالي 90 درهم. يبدو هنالك لبس لدى الأحبة، يفكرون المكان في أبراج وحيرات جميرة لكن هو موقع في الجوز وخلف مول الواحة. كرة الآنسة هذه كورتي، فشلنا. استغرب عدم الاهتمام بهذا المكان من الأحبة في دبي وغيرها من الإمارات. مسوين ركن للأطفال نطاطيات وغيرها، والبط ما شاء الله منتشر في كذا مكان. سمك والبط. ما شاء الله السلاحف موجودة حتى. مكان جميل جدا، والأحبة ما عندهم خبر عنه أو متجاهلين للأسف. الأريش فيليج يواصلون إبداعاتهم، مسوين اللي يطلب من عندهم يقدر يستخدم ويلعب هذه النططيات لعياله. ضخمة جدا النطاطية. للأسف تم إزالة جميع البط اللي كان موجود هني، شكلهم يجيبوه سنويا وقت البطولة. كشوا جميع البط الموجود في القرهود. نودع هذا المكان على أمل أن نزوره في نهاية فبراير مع موعد البطولة.